أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد لك ولأسرتك. حلقة النهاردة بتتضمن العديد من الفقرات الشيقة الممتعة، بنبدأها بتقديم وصفة سهلة جدا لجمال يديك، لنعومة الركبتين، لنعومة الكوعين، ولنعومة القدمين. حقيقة الوصفة دي سهلة جدا، تقدري تعمليها بحاجات بسيطة والنتيجة بتاعتها مضمونة 100%. الوصفة مكونة من 4 حاجات، ال4 حاجات دول بناخدهم بمقادير متساوية. بناخد جليسرين، عصير ليمون، كولونيا، مية ورد. ال4 حاجات دول بمقادير متساوية بنحطهم في إزازة، بنرجهم وبنستعملهم. حقيقة اللوسيون ده بيدي نتيجة رائعة وممتازة، خصوصا لخشونة الكوعين والركبتين والكعبين. ايضا بيكون لوسيون ممتاز لنعومة الايدين. يمكن احنا متعودين نعمل الجليسرين والليمون، ولكن اضافة الكولونيا بتكون مادة مطهرة، مية الورد بتكون مادة مخففة شوية، وفي الوقت نفسه برضو ريحتها كويسة. علشان نظبط المقادير، فيمكن اصغر عبوة من هذه العبوات هي الجليسرين. فإحنا بنشتري الجليسرين من الأجزخانة في إزازة صغيرة، نفس الإزازة دي بنعبي فيها كلونيا، بنعبي فيها عصير ليمون، وبعد كده بنعبي فيها مية الورد، يعني بنعاير بيها الحاجات التانية دي كلها، وبنحطهم في إزازة وبنرجهم وبنستعملهم. الحقيقة دي وصفة متجربة، وياريت تجربوها وهتشوفوا إنها نتيجة ممتازة. الفقرة القادمة أعزائي المشاهدين بنشوف فيها بعض النماذج للديكور. باستمرار من خلال فقرات البرنامج المنوعة بنقدم نماذج للديكور، وبنحاول ان احنا نقدم نماذج مختلفة ومتباينة علشان يبقى عندنا فرصة اننا ننتقي ونختار. الفكرة اللي هنشوفها دلوقتي هي فكرة استخدام بعض الورود والنباتات المجففة في عمل ديكورات. الحقيقة الديكورات دي بتصلح لبيوت المصايف، للشاليهات، يعني بتتناسب قوي مع الصيف، لان استعمالات والخامات اللي موجودة في الديكورات اللي هنشوفها دي هي عبارة عن ورود مجففة، عبارة عن خامات بيئية، يعني أشياء من القش، من الأغصان الجافة. الحقيقة بنشوف أفكار كتيرة ومختلفة. احنا في حلقة سابقة من البرنامج اتعرفنا ازاي نجفف الزهور، وعرفنا ازاي برضو نلونها، وقلنا ان الزهور دي وتلوينها وتجفيفها بيكون في فصل الربيع. بعد كده الاستخدامات دي عديدة ومتعددة. الحقيقة احنا في الحلقة دي، في حلقات قريبة قادمة بإذن الله، هنقدم نماذج أخرى متميزة. يمكن الجديد في الأفكار اللي احنا هنستعمل فيها الورود دي ان احنا هنشوف زي ما قلت خامات البيئة، يعني مثلا بنستعمل الغربال ونزينه بالورود المجففة بشكل ظريف، بنستعمل ديكور معين بيصلح لمثلا حائط، بيصلح لباب، بحيث ان احنا بنغلفه بالحصير وبعد كده بنحط له بعض هذه الورود. بنستعمل برضو يعني ادوات البيئة زي ما قلت، وبنشكل بيها تشكيلات جميلة لتزيين الحائط. فطبعا احنا بنقول ان بيوت المصيف وشاليه المصيف
مش مفروض اننا نزينه بالطريقة التقليدية بحيث ان احنا نحط تابلوه رسمي من الزيت او غيره، لا احنا بنحاول نبتكر ونجيب حاجات من البيئة نزين بيها الحائط وبندي بيها طابع جميل، طابع بسيط ولكنه في الوقت نفسه طابع انيق. نشوف مع بعض دلوقتي السيدة منى سعيد وهذه الافكار المتميزة جدا اللي بتقدمها لنا، نشوف مع بعض. ده شكل على البرنيطة برضو بيبقى سهل جدا عملها، برضو بورق الذرة وورق الموز والحرنكش تدي شكل حلو، مثلا تبقى فوق سرير، فوق اوضه اطفال بالالوان بتاعت الحوائط على حسب اللون، برضو بتدي بتنطق بشكل جديد الاوضه. وده نموذج اخر كبير ممكن يتحط على حيطه بشكل الهيئه يملى فوق كنبه في أوضة معيشة أو في سفرة، معمول برضو بورق اللي هي البذور بتاعت الشجر والذرة متلون بألوان الأحمر والقمح ومجموعة من الأخشاب بتدي برضو شكل طبيعي وبتديها يعني مش منسقة قوي، يعني بتبقى شكلها أحلى. وده نموذج جديد برضو على هيئة شباك مفتوح ويتحط فيه زي مثلا حوض زرع من بره، ممكن يتحط في اوضه برضو الليفينج روم فوق كنبه، بيدي شكل مبتكر جديد خالص وبمجموعه من الالوان الزهور وتبقى ظريفه مع الوان الفرش كمان. ده إناء نحاس قديم وبرده مجموعة من الخرشوف والألوان اللي كلها على برونزية عشان تمشي مع الإناء النحاس، مهمة قوي يبقى الألوان الحقيقة متناسقة أو الأشكال بتبقى شكل الإناء نفسه، ناخد الفورمة تحت الزهور. وده ميزان خضار قديم وعلقته بالطريقه دي، ممكن يبقى في كورنر في اوضه وفي زرع بيكمل شكل حلو قوي، بيبقى فوق في اوضه السفره او زاد كمان في المصايف بيبقى حلو قوي. وده غربال وزوقته برضه بالاخشاب والقمح مع المنجله والمطرقه والشوكه والجاروف، يدي تنسيق حلو قوي على حيطه في برضه البيوت مصايف او في بيت في الريف. مروحة معمولة برضو بورق النخل وزوقتها بالحرنكش اللي متلون بالبرتقاني وشوية فروع ورق شجر برضو ملون بالأخضر والقمح والأخشاب وزهور، برضو بيبقى حلو قوي على حيطة فوق سرير أو في أوضة معيشة. بنشكر جدا السيدة منى سعيد اللي وردت لنا الأفكار الجميلة المتميزة دي. الحقيقة الرشاقة مطلوبة باستمرار، الرشاقة هي عنوان الصحة، عنوان الجمال، عنوان الأناقة، ويمكن احنا بنقدم كتير من الوصفات
تعرضت لعمل مجموعة من الأطباق الشهية، ويمكن ده بيكون تشجيع لربة البيت إنها تجيد أصناف كتيرة، ولكن برضو إحنا بنقول تناول الأطعمة بإفراط ده فيه ضرر على الصحة، فيه ضرر على الجمال والأناقة والرشاقة. في الفقرة القادمة بنشوف اللقاء مع الدكتور منير ويليام، هيكلمنا فيه على أصول عمل الرجيم، وهيدينا بعض النماذج لعمل الرجيم والتقليل من تناول الوجبات، وإزاي أننا نقدر ننقص وزننا في فترة معينة بطريقة معينة. فالرجيم له أصول، المفروض أننا يعني نتبع الرجيم الصحي، وبرضه في الوقت نفسه لازم نعرف حاجة، ان الرجيم ده مش معناته اننا نحرم نفسنا شهر او شهرين من الاكل وبعدين نرجع للعادات السيئة لتناول الطعام بالطريقة الخاطئة، ولكن الرجيم الصحيح المظبوط هو اننا في الاول بنحرم نفسنا جامد جدا من نوعيات معينة من الاكل، وبعد كده بنحرم نفسنا العمر كله من تناول هذه النوعيات بافراط. يعني لازم يكون عندنا قوة إرادة، لازم يكون عندنا عزيمة، لازم يكون عندنا يعني وعي بين إن الأكل الصحي لابد إن يكون كمياته محدودة، وده نمشي بيه طول العمر، لأن بالشكل ده إحنا بنلاقي إن اللي بيعمل رجيم بيخس في فترة معينة وبعدين بيرجع يسترد وزنه القديم في فترة وجيزة جدا، وطبعا ده شيء خاطئ جدا، لكننا لازم إننا يكون عندنا قوة إرادة أولا وأخيرا. نشوف مع بعض ونتابع دكتور منير ويليام والوصفة اللي هيديها لنا لعمل الرجيم. عملية السمنة أو الزيادة في الوزن الحقيقة الكتير من السيدات بيعانوا منها. لو نقول انقاص الوزن عن طريق الرجيم أو الرياضة، حضرتك تقول إيه بالنسبة للفايدة اللي ممكن يعني تعود على السيدات نتيجة ممارسة الرياضة أو عمل الرجيم، بحيث أننا نبعد عن الدهون وخلافه ونتبع نظام غذائي مثالي، أي هم بيجيب نتيجة أسرع في إنقاص الوزن؟ والحقيقة سيادتك يعني فعلا اتكلمت عن الكلام بصفة عامة. أنا من وجهة نظري أن إنقاص الوزن ده بيمشي في ثلاث خطوط أساسية: خط يتعلق بالنظام الغذائي أو الرجيم، خط بيتعلق بالأسلوب الرياضي، خط بيتعلق بقوة الإرادة. يعني ده لوحده مش هيمشي وده لوحده مش هيمشي، لازم يكون الإنسان عنده قوة إرادة إنه فعلا محتاج إنه يخسس وزنه إلى حد معين. وأنا بقول قوة الإرادة ليه؟ لأن بنبص نلاقي ناس كتير قوي بتعمل معانا أنظمة رياضية وأنظمة رجيم، وبعد كده فجأة بيبتدوا يلخبطوا في الأكل فيبتدوا يرجعوا كما كان. فلازم قوة الإرادة علشان يبقى هذا الأسلوب أسلوب حياة. إذا أنا اتكلمت في البداية عن الأسلوب الرياضي، الأسلوب الرياضي الغرض منه واضح تماما، إن الإنسان اللي بيمارس رياضة بيكون سحب الدهون اللي موجود في العضلات أقل من الدهون الموجودة تحت الجلد وكافة أنواع الجسم، وبالتالي بتكون العضلات قوية ويكون هذا الإنسان قادر يمارس حياته بصفة عامة. إنما الإنسان اللي بيمارسش رياضة بيكون سحب الدهون من العضلات كتير زي الدهون من كافة أنواع الجسم، وبالتالي بيكون ضعيف، بيعمل رجيم مش قادر يتحرك، مش قادر يقدر يواصل أسلوب حياته. فمن هنا بتيجي أهمية الرياضة. طبعا هذا الشخص الرياضي بيكون أقل عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أقل عرضة لتصلب الشرايين، أقل عرضة للذبحات الصدرية والإصابات الناتجة عنها والتهابات هذه الأمراض اللي هي بتصيب الصدر والقلب والحاجات دي كلها. فبصفة عامة الإنسان الرياضي بيبقى يستفاد تماما في حياته من أسلوب الرجيم. طب لو قلنا الرياضة المناسبة للسيدة البدينة أو الإنسان البدين عموما، بيبدأ برياضة إيه ويمارسها كم ساعة في اليوم أو كم مرة في الأسبوع؟ بداية بالمشي، ربع ساعة صباحا ربع ساعة مساء، أي نص ساعة غير متصلة بينهم وقت، دي تعتبر أسهل رياضة نبدأ بيها. هتقول ست سيدة في المنزل مثلا بتمشي كتير، لو مشيت في بيتها ربع ساعة متصلة كافي صباحا وربع ساعة مساء، انما ما تمشيش خمس دقايق وتستريح وخمس دقايق وتستريح، يبقى هنا الاسلوب متقطع. فبداية برياضة المشي لغاية لما بتتدرج الرياضات الى الرياضات العنيفة اللي هي بقى تبقى رياضات متعلقة بالاجهزة، متعلقة بالاسلوب الرياضي، بتلعب تنس، بتلعب سباحة وهكذا. انما احنا بنبدأ بالمشي ونتدرج مع السيدة الى اخر المرحلة اللي هي تفيدها، مع ملاحظة
ان ما جيش امارس اسلوب رياضي معين ولا اعود جسمي عليه، ولو اسلوب عنيف اعود نفسي جسمي على السباحه بصفه معينه، احاول نفسي على لعبه تنس بصفه معينه، وفجاه اوقف هذا الاسلوب، هيكون النتيجه عكسيه، بمعنى ان انا هبص هلاقي الجسم بعد ما ابتدى ينضبط وتبقى في معالم واضحه هيبتدي هذا الجسم يتلخبط معالمه، هيبتدي هذا الجسم ابص الاقي فيه بعض التغيرات. فبرضه الاسلوب الرياضي انا انصح كل سيده انها تاخد الاسلوب الرياضي اللي تقدر تداوم عليه طول عمرها، ما تجيش تمارس اسلوب رياضي عنيف لحد معين وفجاه توقفه، يبقى بالظبط كاني بمارس رجيم وفجاه اوقفه. فهنا الاسلوب الرياضي التدرج فيه واستمراريه مهمه جدا، الاستمراريه. طب لو نقول بالنسبه بقى للنظام الغذائي المعتدل بالنسبه لعمل الرجيم، هناك العديد حقيقه من الطرق لانقاص الوزن عن طريق عمل الرجيم، ويمكن حضرتك تقول لنا ايه هي انسب الطرق لعمل الرجيم، ولو اديت وصفات لبعض السيدات اللي هم فعلا عايزين يعملوا رجيم، حضرتك تدينا بعض الامثله لانظمه غذاء معينه لانقاص الوزن. الحقيقه هناك مجموعه كبيره من الانظمه، واي شخص متخصص في هذا المجال يستطيع انه يعمل نظام غذائي بصفه عامه. بمعنى ايه؟ انا بشوف الشخص اللي قدامي وزنه قد ايه، طوله قد ايه، المطلوب ان وزنه يوصل لغايه كام، المجهود اللي بيبذله هل هو مجهود خفيف بمعنى انه قاعد في البيت بيكتب كاتب او حاجه زي كده، ولا هل هو مجهود متوسط بيتحرك بحركه متوسطه، ولا عنيف راجل بيقعد قدام فرن بيشتغل في مخبز وهكذا. بحسب كميه هذه السعرات وببدا بعد كده احسب كميه السعرات المحتاجه وازاي اقسمها له على مدى اليوم. طب احنا يعني هنبسط الموضوع ونقول ست البيت اللي هي بتخرج بطريقه عاديه ما بتعملش مجهود عضلي كبير، زياده يعني عايزه تنقص وزنها مثلا 10 كيلو، حضرتك تدينا نظام غذائي معين يفيد ست البيت دي اللي هي عايزه تنقص وزنها 10 كيلو، وتقول لنا ممكن تنزل 10 كيلو دول في قد ايه عن طريق هذا النظام الغذائي. وفي البدايه احنا بنقول انه من كيلو ونص لاتنين كيلو في الاسبوع ده كافي اذا كان بيستمر بالنسبه لاي شخص. لكن احنا برضو بنقول ان في حالات بيكون فيها السمنه عنيفه جدا ومفرطه لدرجه ان احنا بنحتاج لمجهود او لانقاص اكبر، لدرجه ان في انظمه معتمده من الهيئات العالميه بصفات مختلفه بنقدر ننزل وزن الجسم ممكن بمعدل 7 كيلو في الاسبوعين، ممكن بننزله في نظام بنقدر ننزله 5 كيلو في الاسبوع، في نظام 4 كيلو في الاسبوع وهكذا. احنا بنبص على الحاله بتاعه الشخص اللي قدامنا وبنحسب ايه النظام اللي يناسبه ونبتدي نتعامل معاه. لكن لو اتكلمنا زي ما سيادتك قلتي سيده البيت ذات المجهود المعتدل بصفه عامه، نقدر نقول ان في انظمه كثيره، ابسطها مثلا النظام اللي هو كل يوم ليه نوع معين اللي هو النظام المتنوع، بمعنى مثلا ان هذه السيده في يوم بيكون فيه اسماك، في يوم بيكون فيه لحوم، في يوم بيكون في بيض، في يوم بيكون في البان، في يوم بيكون في بقول، وفي يوم خضروات، وفي يوم فاكهه. فببص الاقي ان 7 ايام في الاسبوع قدرت السيده انها تاخد وجبات متنوعه تناسب مجهودها، وفي نفس الوقت ما زهقتش من نظام الرجيم اللي هو بيكون قاسي بطريقه معينه. طب حضرتك تدينا بقى مثال للسبع ايام دول اللي هنعمل فيهم الرجيم، الفطار ايه والغداء ايه والعشاء؟ هو بصفة عامة إذا بدأنا بالفطار لابد من كوباية عصير، هذا العصير سواء كان جريب فروت أو عصير برتقال أو عصير طماطم، وأحط معاه بيضة مسلوقة وأحط معاه كوباية شاي أو قهوة بدون سكر أو أحط عليه سكروز. ده الفطار المشترك اللي ممكن بنوع منه في كافة أنواع الأسبوع. يوم عصير جريب فروت مثلا في يوم، عصير مثلا طماطم في يوم، عصير برتقال في يوم وهكذا، يبقى في عندي تنويع بالنسبة للفطار. إذا مسكنا الغداء والعشاء مع البيضة المسلوقة، وبيكون البيضة بصفة عامة 5 أيام في الأسبوع، يعني أنا ما باخدش البيض أكتر من 5 أيام في الأسبوع، متنوعة بتختارها وبنقدر بنحط جدول بيها بالطريقة دي. في اليومين اللي باقيين بقية الأسبوع يبقى العصير فقط؟ العصير فقط مع فنجان شاي أو قهوة. الحاجة الثانية نيجي نمسك في اليوم اللي فيه لحوم مثلا، اللي هو بيكون الغداء والعشاء مثلا 8 كيلو لحمة مشوية فيليه كده في الغداء وفي العشاء، وأحط معاه سلطة خضراء. ده بيكون مثلا أول يوم. ثاني يوم مثلا بيكون في البان، الالبان ده ممكن يكون فتره الغداء مثلا بيكون عندي اما بستخدم مثلا نص كوب حليب او ممكن، وطبعا مع السلطه، السلطه ده عامل اساسي، وممكن والغدا والعشاء
وبعد كده ممكن اجي في العشاء مثلا بيكون كوب لكوبين زبادي واحط معاه فاكهه مناسبه طازجه مثلا موزه واحده في هذا اليوم اللي هو متعلق بالالبان. يعني قطعه لحمه مشويه او ده في يوم اللي هو متعلق باللحمه. اليوم اللي متعلق بالالبان يبقى لبن رايب مثلا مع زبادي. اليوم اللي بيتعلق بالبيض مثلا بيضتين مسلوقين في الغداء، ويبقى بالنسبه للعشاء بيضتين اومليت مثلا مع سمن بيكون حاول استخدم انواع من الزبده بتكون كميه الدسم فيها قليله مثلا. اليوم اللي بيتعلق مثلا بالبقول ممكن استخدم شوربه عدس في الظهر مثلا، واجي بالليل استخدم مثلا بليله او استخدم بس بدون سمنه مثلا شوربه العدس. بالظبط احنا يعني تماما. وطبعا طبقه سلطه عامل مشترك بتاخد في جميع الايام بتاخد الكميه اللي تعجبها من المواد اللي تعملها. المهم تكون سلطه خضراء بدون ملح بدون اي مخللات بدون زيوت وهكذا. مثلا في اليوم اللي بنتعلق فيه مثلا بالنسبه للفاكهه الغداء ممكن يكون اربع قطع خوخ مثلا او اربع قطع من الموز او مثلا تين، ممكن ناخد اربع قطع من التين لدرجه الموز والتين يبقى كامل يعني. والعشاء نفس الحكايه بكررها اللي هي بالنسبه للغداء. اليوم اللي اتعلق بالخضروات مثلا ممكن استخدم في الغداء مثلا فاصوليا مسلوقه او كوسه مسلوقه او بطاطس مسلوقه او مهروسه، وفي العشاء بكرر نفس الحكايه او مع التنويع. فاذا سيادتك شفتي النظام ده بنبص نلاقي ان احنا بنستخدم كل يوم حاجه معينه تختلف عن اليوم اللي غيره، وفي نفس الوقت ما فيش الملل بتاع الرجيم القاصر اللي احنا بنقوله. وبرضه في نفس الوقت بقول ان الترتيب مش مهم، مش معنى ان انا اول يوم لحوم ثاني يوم بيض ثالث يوم البان، لا هو الترتيب مش مهم، بس هم السبع ايام متوزعين بهذه الدرجه بالنسبه لبعضها. ده نوع من الانظمه. في نوع تاني من الانظمه مثلا زي الجمعيه الطبيه الامريكيه اللي هي كانت وافقت عليه، اللي هو مثلا بنستخدمه في الحالات العنيفه قوي، اللي هو شخص عايز انزله 5 كيلو في الاسبوع لاسباب صحيه بحته محتاج ان انا اعملها. النظام ده اساسا مثلا بيعتمد على ثمره، بيعتمد على الفطار دايما ثابت في السبع ايام عصير جريب فروت ثمره بعصرها وبشربها. بالنسبه للغدا والعشاء بدون بيض بدون جبنه قريش ده كيلو في الاسبوع، ده قاسي جدا وانا بحتاجه لاسباب صحيه بحته، يعني مش كل شخص بنصحه انه يعملها. الغدا والعشاء في اول وثاني يوم، الغدا بيبقى 8 كيلو لحمه مشوي والعشاء 8 كيلو لحمه مشوي في اول يومين بدون اي شيء ثاني. ثالث ورابع يوم بيبقى الغدا بيضه مسلوقه والعشاء بيضتين مسلوقين بدون اي شيء ثاني، والفطار كوبايه عصير جريب فروت. خامس وسادس يوم بيبقى الغدا نوع من مشتقات الالبان عباره عن كوب لبن والعشاء كوب زبادي. سابع يوم الغدا تفاحه والعشاء تفاحه مع عصير جريب فروت. طبعا ده قاسي جدا ومفيش حد يقدر يستحمله، وده عايز واحد يكون يعني موجود في المستشفى وانا بعالجه من حاجات معينه ومحتاج انزل هذه الكميه. وطبعا ده من الانظمه القويه جدا العنيفه يعني في تنفيذها، ومحتاج يعني انه يتنفذ في المستشفى. ففي طبعا تنوع بين سيده البيت اللي بتعمل حاجه في البيت عندها وبين المرض الشديد القاسي اللي انا ببشره كدكتور وبراعي المريض من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الغذائيه ومن الناحيه الرياضيه وهكذا. طب حضرتك اديت لنا نوع رجيم قاسي جدا، واديت لنا في الاول نوع رجيم متنوع. احنا عاوزين برضو لست البيت اللي هي يعني مجهودها متوسط ووزنها مش عاوزين ننزلها بطريقه قاسيه جدا في عمل نظام غذائي قاسي للغايه. حضرتك تدينا مثال اخر لنوع اخر من الرجيم اللي بيلائم ست البيت اللي هي مجهودها معتدل. هو بالنسبه لسيادتك لرجيم سيده البيت اللي هي مجهودها متوسط، برضو الجمعيه الطبيه الامريكيه اعتمدت النظام يتوقف على ثمره الكنتالوب. احنا الرجيم ده اساسا بيدور حول هذه الثمره. بنجيب ثمره الصبح نص الثمره والظهر ربعها وبالليل ربعها. يبقى الفطار بيكون نص ثمره كانتالوب مع بيضه مسلوقه مع كوبايه عصير، سواء كانت عصير جريب فروت او اي عصير اخر كوب، وطبعا بيتضاف ليهم الشاي والقهوه بدون سكر. ده بالنسبه للفطار. بالنسبه للغدا بيكون ربع ثمره الكانتالوب مع سلطه خضراء كافه الانواع اللي احنا هنجيبها من خيار من خس من جزر وهكذا، ونضيف اليها 8 كيلو لحمه مشويه او ربع فرخه مشويه منزوعه الدهن او 8 كيلو سمك. وبالنسبه للعشاء بنضيف ربع ثمره بنحط معاها كوب زبادي. ده نظام معتمد من قبل الجمعيه الطبيه الامريكيه، وده بيخسس 3 كيلو في الاسبوع، وده بيناسب السيده اللي هي بتبذل مجهود متوسط. فده من ضمن الانظمه اللي ممكن بتكون مفيده لنسبه كبيره من السيدات.
طيب الحقيقة نظام الرجيم الكنتالوب دوت يعني ممكن السيدة اللي عندها قوة إرادة تتحمله، لكن في بعض السيدات بيقولوا إن هم خلال فترة مثلا من الظهر للعشاء أو من الصبح للظهر بيجوعوا جدا، هل مع النظام دوت ممكن إننا نقول على حاجة أو ثمرة معينة تقدر السيدة تتناولها ما بين الوجبتين؟ هو كوب عصير سواء كان طماطم او سواء كان برتقان او سواء كان قش الغراب، اي عصير ايا يكون ممكن اتناول مصرح به بكوبين على مدى النهار كله. اخد كوب الصبح مثلا جريف فروت واخد على الساعه 4 كوب تاني، سواء جريف فروت سواء طماطم سواء وهكذا. طب حضرتك بتقول ان الرجيم ده بيخسس 3 كيلو في الاسبوع، هل في الاسبوع الاولاني لو استمرينا اسبوع اخر برضو السيدة يعني بمعدل مثلا ستة تخس 12 كيلو في الشهر لو استمرت عليه؟ هو انا عايز اقول بقى حاجة معينة، ان الرجيم هو يساوي تجويع. انا ما اعمل رجيم يبقى انا بجوع. اللي بيحصل ان الجسم بيفقد الكميات، الخلايا الدهنية بتفقد كميات السوائل الزائدة اللي موجودة بيها والمواد الضارة لغاية حد معين، بعده مهما اعمل من رجيم خلاص الجسم بقى ثابت. يبقى اذا وده بيفرق من شخص لشخص، وده بيتوقف اساسا على عدد الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم، ودي حسبة يعني صعب حسابها. فعشان كده انا بقول ايه، ان سهل ان السيدة تنقص هذا النظام زي ما سيادتك بتقول، لكن ممكن مجرد اسبوع بتنقص 3 كيلو بتستمر على النظام نفس النظام لمدة 3 اسابيع تانية وما تنقصش غير كيلو. هي المسألة تتعلق بكمية السوائل الزايدة الموجودة في الخلايا الدهنية وكمية المواد الضارة اللي الجسم بيفرضها، فهي دي بتفرق من شخص لشخص. فمش معنى ان 3 كيلو في الاسبوع يبقى الشهر 12 كيلو، ممكن تحصل وممكن ما تحصلش على حسب كمية السوائل اللي موجودة في داخل الجسم. لان زي ما احنا اتفقنا ان الرجيم عبارة عن تجويع، بمعنى بجوع الخلية فبنقصها. اذا رجعت الخلية الجسم ياكل زي ما كان بياكل، هيرجع الجسم يرجع لنفس الشكل، ما فيش اي اختلاف خالص. يعني انا كان وزني معين وبعدين خسست نفسي بالرجيم، رجعت كلت هرجع لنفس الوزن، لان هنا بالظبط عبارة عن تجويع. عشان كده انا قلت في البداية ان الرجيم زائد الرياضة زائد قوة الارادة. قوة الارادة استمرار، لانها الاستمرارية، لان ما اجيش اجوع واحد شهر ونص وبعدين اسيبه هيرجع كما كان، او يمكن اصعب ما يكون بيبذل مجهود رياضي قوي جدا وبعدين فجأة يوقف يرجع اسوأ مكان. يعني الشخص الرياضي بيبقى ممتاز جدا طول حياته، مجرد ما بيبطل اسلوب الرياضي ويرجع لبعض العادات التانية ابص الاقي جسمه اتلخبط جدا وابتدى يعاني من امراض تانية وابتدت تظهر عليه اعراض جانبية. هي مهم جدا رجيم متفقين، رياضة متفقين، لكن قوة الارادة لازم نتفق. بنستخلص من هذا الكلام ان عملية الرجيم مش هي مجرد اننا نجوع نفسنا لمدة اسبوع او شهر او شهرين وبعد كده نرجع للعادات الغذائية اللي كنا عليها، لان عملية الرجيم لابد من استمرارية في النظام الغذائي المعتدل. بعد ما نخلص فترة الرجيم القاسي لازم نعرف ان ده نمط نعيش عليه طول عمرنا، ما نزودش في كمية الغذاء اللي بنتناولها، لأن أي كمية غذاء بنتناولها بترجع تضيع كل المجهود اللي عملناه خلال فترة الرجيم. في النهاية بنشكر الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، أستاذ جراحة التجميل والتكميل بمستشفى الساحل. ألف شكر للدكتور ويليام.